اهلا وسهلا بيك يا استاذ سمير. اهلا وسهلا بيك الاستاذ محمد مدود. اهلا استاذ محمد. احنا متشكرين جدا، متعبنا حضرتك، ومتشكرين جدا على المجهود والمساعده والدعم اللي قدمته لنا في هذا الحوار. لكن اعتقد انك زينا كده مبسوط ان احنا قادرين نوصل جزء من حياه فنان كبير وزي الاستاذ سمير خفاجي. انا اللي بشكركم وبشكر القناه، لان الحقيقه من خلال حبي للاستاذ سمير ومعاشرتي للاسف القليله معاه 16 سنه الاخرانيين، الا اني ندمان اني ما عرفتوش من قبل كده، او ما بقتش صديقه من قبل كده، او تلميذه من قبل كده يعني. لان الحقيقه هو استاذ كبير، ادى للمسرح المصري كتير، انتج والف 64 مسرحية لكبار نجوم مصر، بدأ من الأستاذ فؤاد المهندس، ختاما بالنجم عادل إمام، مرورا بفنانين كبار زي شويكار ومحمد عوض وأمين هنيدي ومحمد رضا وشريهان، نادية لطفي، هدى سلطان، سعيد صالح، يونس شلبي، احمد، يعني مش قادر اعدد، لان الحقيقه اشتغل سواء مع القدامى وزينات صدقي وميمي شكيب. احنا بنتكلم عن من سنه 66 لحد الالفيه الجديده، يعني يمكن من قبل 66 هو لما الاستاذ سمير ويمكن بدا وهو طالب في كليه الحقوق. وهو كان نفسه من خلال قرايتي لمذكراته والحكاوي اللي كان بيحكيها لي، هو كان نفسه يخش معهد فني، انما اسرته كانت عايزاه يخش كليه الحقوق، لان عمه كان محامي كبير، فكان املهم انه يطلع محامي ويرث مكتب عمه والقضايا يعني. انما هو في الحقوق اول حاجه لما دخل جامعه القاهره راح دور فين المسرح، وراح وبقت قعدته في كافيتيريا آداب القاهرة أو تجارة القاهرة. وأول ما راح فشاف فريق التمثيل، كان من عمالقة فريق التمثيل في الجامعة، بس كان اتخرج بس اتوظف في جامعة القاهرة، الأستاذ الكبير فؤاد المهندس. وراح قبله اتعرف عليه، وهو في الجامعة اتعرف على الأستاذ يوسف عوف رحمة الله عليهم جميعا يعني. والأستاذ يوسف عوف كان أحد مؤسسي أو أهم مؤسسي فرقة ساعة لقلبك بتاعة الإذاعة، اللي كان فيها محمد أحمد مصري أبو لمعة، والفؤاد راتب، الخواجة بيجو، محمد يوسف شكل، اللي هو طورها بعد كده الأستاذ سمير. الأستاذ سمير طورها بعد كده، هم قعد يقنع فيهم ان هم كانوا عملوا فرقه ساعة لقلبك الاستعراضيه، وخدوا يوسف عوف بقى هو سكرتير هذه الفرقه. قعد يقنعهم انهم بدل ما بيقدموا سكتشات في الحفلات ان هو يعملوا فرقه مسرحيه. كلهم ما كانوش مقتنعين وبيكسبوا ومبسوطين وخلاص، فهو قال لا انا هكون الفرقه. فدي اول فرقه كونها الاستاذ سمير باسم فرقه ساعة لقلبك المسرحيه. وده كان سنه 58، يعني كان بعد ما اتخرج من، هو بيشتغل وهو في الجامعه طبعا، يعني مش عايز انسى ان زمايله في الجامعه في حقوق، الملحن العظيم الراحل بليغ حمدي كان في حقوق زميله. استاذ بليغ ما كانش درس في الاول موسيقى، وكان بيلحن وهو في الجامعه، وكانت زميلتهم المطربه الراحله العظيمه فايده كامل. طبعا كان سابقه الاستاذ عادل خيري برضه في حقوق، ابن الاستاذ بديع خيري، وده له مشوار طويل في باع ما بين الاستاذ سمير، ولحق انه يتتلمذ على ايدين الاستاذ بديع خيري رحمه الله عليه، صاحب فرقه الريحاني وشريك الاستاذ نجيب الريحاني. فكون اول فرقه مسرحيه 58 ساعة لقلبك المسرحية، كانت مكونة بقى من فرقة ساعة لقلبك. طبعا زي ما حضرتك عارف كان أحد أعضائها أيضا الأستاذ فؤاد المهندس، بس الأستاذ فؤاد المهندس ما كانش معروف للجمهور قوي، تعرف كان بيعمل محمود يا حبيبي هو ومدام خيرية أحمد، إنما الأصوات اللي كانت معروفة بيجو وأبو لمعة أكتر، شكل محمد يوسف،
الدكتور شديد احمد الحداد الرغايه، فهو تعاقد وياهم لما خافوا ان هو يبقى كانه هو المنتج اللي يقبضهم. و وفي الوقت ده كان لسه اباطره المسرح شغالين، اسماعيل ياسين كان شغال. لا كان لسه 58 بدا اسماعيل، الاستاذ اسماعيل ياسين بعد فرقه الاستاذ اسماعيل ياسين والاستاذ ابو سرور الابياري بدات بعد وفاه الاستاذ الريحاني. الاستاذ الريحاني توفى يعني تسمع ربنا يعني ابتدينا هو خلص ده 66 66 ابو الموسم موسم اول موسم للمتحدين للفرقه الثالثه الاستاذ سمير، هي كانت اخر موسم يعني لفرقة. اول موسم لفرقه الفنانين المتحدين مع نهايه اخر موسم لاسماعيل ياسين.